لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خاتم أنبيائه ورسله أفصح الخلق أجمعين سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه ومن تبع طريقهم بإحسان إلى يوم الدين. وبعد، فعندما نتحدث عن مهارات التواصل في السنة النبوية فإننا نؤكد ابتداء أن سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم كان أفصح الناس قاطبة، كان أفصح العرب وأبلغهم، كيف لا وهو الذي أوتي جوامع الكلم. وقال له الإمام علي بن أبي طالب رضي الله عنه يوما: يا رسول الله، نحن بنو أب واحد، وامراك تكلم قبائل العرب بما لا نعلمه، فمن علمك ومن أدبك؟ فقال صلى الله عليه وسلم: أدبني ربي فأحسن تأديبي. يصف الجاحظ كلام النبي صلى الله عليه وسلم فيقول: هو الكلام الذي قل عدد حروفه وكثر عدد معانيه، وجل عن الصنعة ليس فيه تكلف، وما أنا من المتكلفين، ونزه عن التكلف، فلم ينطق إلا عن ميراث حكمة، ولم يتكلم إلا بكلام قد حف بالعصمة وشيد بالتأييد ويسر بالتوفيق، وهو الكلام الذي ألقى الله عز وجل عليه المحبة وغشاه بالقبول وجمع له بين المهابة والحلاوة وحسن الإفهام، لم تسقط له كلمة ولا زلت به قدم ولا بارت له حجة ولا أفحمه خطيب، كيف لا ورب العزة يقول في شأنه صلى الله عليه وسلم: وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. ثم لم يسمع الناس كلاما أعم نفعا ولا أصدق لفظا ولا أعدل وزنا ولا أجمل مذهبا ولا أكرم مطلبا ولا أحسن موقعا ولا أسهل مخرجا ولا أفصح معنى ولا أبين فحوى بعد كتاب الله عز وجل من كلامه صلى الله عليه وسلم. ومن جوامع كلمة أنه سئل من نجاه، فقال صلى الله عليه وسلم للسائل: أمسك عليك لسانك، أمسك عليك لسانك، وليسعك بيتك، وابكي على خطيئتك. يقول الشاعر: احفظ لسانك أيها الإنسان، احفظ لسانك أيها الإنسان، لا يلدغنك إنه ثعبان، كم في المقابر من قتيل لسانه كان التهاب لقاءه الشجعان. حفظ اللسان نعمة، أمسك عليك لسانك. وقال لآخر: إذا قمت في صلاتك فصل صلاة مودع، ولا تكلم بكلام تعتذر منه غدا، واجمع القياس مما في أيدي الناس. صلي صلاة مودع، ومن يدرك أنه ربما لا ينتهي من صلاته أو لا يتمكن من أي وقت بعدها فيقينا سيكون في غاية الخشوع والخضوع لله. وقد سئل أحدهم عن أحد الصالحين: ما حال فلان مع الله؟ فقال لهم: لو قيل له إن القيامة غدا ما وجد مزيد عمل يعمله، أي أنه يأخذ بأقصى الطاعة ويتجنب المعصية. اعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. وكما قال أحدهم: أعبد الله وكأنه أمامي،
وكأن الموت ورائي، وكأن الجنة عن يميني، وكأن النار عن شمالي. فالمؤمن يدرك أن الأجل قد يأتي بغتة، فهو يصلي صلاة مودع، ويصوم صيام مودع، ويعبد الله وكأنه سيلقاه بعد حين. وقال صلى الله عليه وسلم: حسن الخلق نماء، صاروا عظيمة تنمو، وسوء الخلق شؤ، والبر زيادة في العمر، والصدقة تمنع ميتة السوء. ونحن في شهر الصدقة، في شهر الزكاة، في شهر الإطعام، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: حصنوا أموالكم بالزكاة، وداووا مرضاكم بالصدقة، وأعدوا للبلاء الدعاء. ويقول صلى الله عليه وسلم: ثلاثة أقسم عليهن: ما نقص مال من صدقة، وما ظلم عبد مظلمة فصبر عليها إلا زاده الله عز وجل بها عزة، وما فتح عبد باب مسألة إلا فتح الله عليه باب فقر. ويقول صلى الله عليه وسلم: ما من يوم إلا وينادي ملكان، يقول أحدهما: اللهم أعط منفقا خلفا، ويقول الآخر: اللهم أعط ممسكا تلفا. ويقول الإمام الشافعي رحمه الله: تستر بالسخاء فكل عيب يغطيه، كما قيل السخاء، ولا ترجو السماحة من بخيل، فما في النار للظمآن ماء، فرزقك ليس ينقصه التأني، وليس يزيد في الرزق العناء، إذا حلت بساحتك المنايا، فلا أرض تقيك ولا سماء، فأرض الله واسعة، ولكن إذا حل القضاء ضاق الفضاء. ويقول الآخر: وإذا طلبت إلى كريم حاجة فلقاؤه يكفيك والتسليم. نحن في شهر البر، في شهر الصدقة، في شهر الزكاة، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول في جوامع كلمه: والصدقة تمنع ميتة السوء. ويقول: حصنوا أموالكم بالزكاة، وداووا مرضاكم بالصدقة. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يستمع إلى الشعراء، وأكرم بعضهم وأثابهم، فعندما أنشده سيدنا كعب بن زهير قصيدته الرائعة، وفيها يقول: أنبئت أن رسول الله أوعدني، والعفو عند رسول الله مأمول، إن الرسول لنور يستضاء به، مهند من سيوف الله مسلول. ألقى النبي صلى الله عليه وسلم عليه بردته الشريفة. وكان النابغة الزبياني قال في النعمان بن المنذر: نبئت أن أبا قابوس أوعدني، ولا قرار على زئر من الأسد يتملكه الخوف. أما سيدنا كعب بن زهير فعندما اعتذر إلى النبي صلى الله عليه وسلم تملكه الأمل، والعفو عند رسول الله مأمول. فلنتعلم من سيدنا رسول الله، وقد قالوا في الأثر: من اعتذر إليه أخوه فلم يقبل لم يرد علي الحوض يوم القيامة. وقال الشاعر: إذا اعتذر الجاني محى العذر ذنبه، وكل امرئ لا يقبل العذر مذنب. وقالوا: ثلاثة تعجل لها العقوبة في الدنيا: الغد، واليمين الكاذبة، ورد المعتذر خائبة. ولما أنشد النابغة الجعدي: ولا خير في حلم إذا لم تكن له بوادر تحمي صفوه أن يكدر، ولا خير في جهل إذا لم يكن له حليم إذا ما أوعد الأمر أصدر، قال له النبي صلى الله عليه وسلم: لا يفض الله فاك، فبقي عمره لم تسقط له سن، وكان معمرا
بفضل دعاء النبي صلى الله عليه وسلم. وعندما مدح سيدنا حسان نبينا صلى الله عليه وسلم كان يجيب أبا سفيان بن الحارث ويرد عليه فيقول له: هجوت محمدا فأجبت عنه وعند الله في ذاك الجزاء. قال له النبي صلى الله عليه وسلم: جزاؤك عند الله الجنة يا حسان. وعندما قال حسان: فإن أبي ووالده وعرضي لعرض محمد منكم وقاء، قال له النبي صلى الله عليه وسلم: وقاك الله شر النار يا حسان، فدعا له بالجنة مرتين. ومما يؤكد خبرة النبي صلى الله عليه وسلم باللغة وجمالها ومواطن الكلم وجوامعه، وهو الذي أوتي جوامع الكلم، أنه دخل يوما على أمهات المؤمنين فوجد كلاما دار بين أمهات المؤمنين، حيث روي أن أم المؤمنين السيدة سودة بنت زمعة رضي الله عنها أنشدت قول قيس بن معدان الكلبي: عدي وتيم تبتغي من تحالفه. فظنت السيدة عائشة رضي الله عنها والسيدة حفصة أنها تعرض بهما، وكان سيدنا أبو بكر من تيم قريش وسيدنا عمر من عدي قريش، وهي تقول: عدي وتيم تبتغي من تحالفا. فلما سمع النبي صلى الله عليه وسلم ذلك قال لهن: ليس في عدي كنا ولا في تيم كنا. قيل: هذا البيت لا في عدي قريش ولا في تيم قريش، وإنما في عدي تميم وتيم تميم. وكان صلى الله عليه وسلم أبلغ الناس وأفصح الناس، أوتي جوامع الكلم، وظف ذلك لخدمة دين الله وإبلاغ دين الله بلاغا مبينا. وإذا أردنا أن نقتدي بسيدنا رسول الله وبهدي سيدنا رسول الله، فعلينا أن نتقن لغة القرآن، اللغة العربية، ففهم القرآن والسنة فرض واجب، ولا يتم إلا بتعلم اللغة العربية، وما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب. نسأل الله أن يرزقنا حسن الفهم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. رباه أرشدني لنهج صوابي، أولست يا مولاي بالتواب. رباه